خلونا النهاردة نتكلم عن حاجة كلنا بنحبها، ازاي يبقى جسمنا متناسق، ازاي نبقى مش فكرة رفيعين ولا تخين، لا فكرة ان يبقى قوامنا قوام جميل متناسق مفيش دفوهات. كلنا بنبحث عن ده الحقيقة، ومش بس البنات او الستات، الرجالة كمان. للأسف انه في ناس كتيرة مننا بتبتدي ان هي تفكر مع نفسها كده وتقرر ان هي هتعمل دايت. اعمل دايت بقى مع نفسي من وجهة نظري، اعمل دايت ان انا اخش على السوشيال ميديا واشوف ايه الانظمة اللي موجودة واختار اللي عاجبني فيها، اعمل دايت بان انا اسأل واحدة صاحبتي راحت وعملت عند دكتور نظام غذائي معين وخست عليه. في طرق كتيرة جدا الناس بتلجأ لها عشان تخس، مشروبات، اكلات، تمرينات في بعض الاحيان، حاجات كتيرة قوي. طب ايه الصح وايه الغلط وايه اللي المفروض نعمله لما نبقى عايزين نظبط قوامنا ونخس بشكل يبقى متناسق، ما يبقاش برضو رفيعين قوي لان ده ديفو برضو. هنعرف تفاصيل كتيرة مع الاستاذ الدكتور ايهاب الغزولي استشاري التغذية. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك، ازيك؟ منور. الحمد لله. زي حضرتك؟ الحمد لله. البحث عن القوام المتناسق ده حاجة يعني هدف للناس كلها، مفيش حد مش حابب ان هو يبقى متناسق. المثالية كل شخص بيدور عليها، يعني المثالية سواء في الشغل، سواء في الشكل، سواء في طريقة تعاملك للأكل، سواء في طريقة لبسك حضرتك بتبحثي، أو أي شخص فينا سواء راجل أو سيدة أو بنت أو ولد بيدور إن هو يكون مثالي بشكل ما. من ضمنها نحط تحتها إن إحنا عايزين نبقى جسمنا كويس إلى حد كبير، أعرف أتحرك، أعرف أمشي، أعرف ألبس، شكلي يبقى كويس، أحس برضا عن نفسي إلى آخره. المشكلة إن إحنا لما بنيجي نبحث عن الطريقة اللي توصلنا ده. تمام. زي ما حضرتك أشرتي في المقدمة إن في ناس كتير بتتجه اتجاهات اجتهادات عشوائية. يعني حصولك على معلومات تثقيفية في التغذية ده شيء جيد، ولكن المشكلة في تطبيقها، ان الشخص بيقعد يسمع ويقرأ ويشوف وهو يبقى من جواه متخيل، او اللي هو بيسمعه بيوصله ان انت بقيت كافي من المعلومات اللي ممكن تقدر تبدأ بيها تغيير طعامك. ولازم نحط يعني خط كبير جدا تحت الطعام اللي الشخص بيتناوله. انا لما بتناول طعام هو بيعبر عن حالتي الصحية، بمعنى انا لما باكل اكل بابسط حاجة، لما انا باكل اكل غني بالحديد ما بيجيليش انيميا، انا باكل اكل غني بالكالسيوم ما بيجيليش هشاشة عظام، انا باكل اكل غني باليود ما بيحسش مشاكل قريبة في الغدة الدرقية، وهكذا. فبالتالي التغذية تعبر عن حالتك الصحية. لما انا اجي اقتطع جزء من هذه المغذيات لجسمي بغرض ان انا انزل في وزني بشكل سريع، وكلمه سريع دي اللي كل شخص بيبحث عنها في اسبوع وهي خطا، عايزه قبل خطوبتي اخس بالظبط كده، اللي هي الرجيم السريع، وتلاقي ليها رواج كبير جدا على وسائل التواصل الاجتماعي ان انا عايز اخس بسرعه. كلمه بسرعه دي انت بتتنازل عن حالتك الصحيه بشكل عالي جدا، وممكن يحصل لك ردود لوزنك او رجوع لوزنك اللي كنت عليه واكثر اسرع في فتره اقل. فمن هنا دي الانظمه اللي هي الفات دايت او النظام الغذائيه الغير ملتزمه بصحه الشخص او تغذيته السليمه. يعني حضرتك دلوقتي بتقول لنا انه العناوين نشوفها كتير على السوشيال ميديا، انه خساره الوزن 30 كيلو في 10 ايام ولا مش عارفه في شهر مثلا، او 10 كيلو في اسبوع، الكلام الرنان ده اللي احنا بنشوفه. الحاجات دي قاتله، الحاجات دي قاتله. قاتله يعني دي كده حضرتك بتقولي دوت. الكلام ده اولا مش ممكن يحدث، وان حدث اوكي كده فبالتالي انت عملت حاجه غلط في الجسم. يعني بيحصل هبوط في الكلى، بيحصل دهون على الكبد، بيحصل تكوين، بيزود الدهون في الدم لان انت بتخرج الخلايا الدهنيه وليها وقت بتاخده عشان الجسم يتخلص منها، لان الدهون دي بتخش في عمليه كيميائيه، العمليه الكيميائيه دي بتاخد تايم، الوقت دوت ما هوش 10 ايام ممكن الجسم يتخلص من 10 كيلو، مستحيل. الكلام ده الجسم بيفقد كميه عاليه من الماء، ممكن بياخد حاجات تخرج ماء من جسمه، ممكن، وده خطا لان الماء من مقومات الحياة. فبالتالي انا بغلط غلط كبير جدا لما انا باخد انظمة غذائية ممكن تكون قاسية وتحرم جسمي من التناول الوجبات بتاعتي بغرض ان انا اخس. بلاقي شحوف في البشرة، بلاقي سقوط في الشعر، بلاقي هالوسة تحت العينين تضاع، بلاقي عدم تركيز، بلاقي زغللة الى اخره من المشاكل الصحية كتير جدا. بنلاقي اشخاص بياخدوا حاجات بيتناولوها عشان تسد شهيتهم، بيمتنعوا عن الطعام تماما اوكي كده، وبعد كده بيخشوا المستشفى بغرض ان حصل لهم نقص شديد جدا، وخشوا في حالة من حالات المال نيوتريشن او سوء التغذية. وده اللي احنا لازم نفهم الناس ان انت امتناعك عن الطعام مش هو السبيل لنزول وزنك. ليه؟ انا بطلت اكل او قللت من اكلي او صمت صيام طويل جدا عشان اخس، هل حضرتك هتفضل على هذا النوع من الطعام طول عمرك؟ هتفضل بعيد عن الطعام طول عمرك؟ لا طبعا، لا طبعا. فهترجع تاكل، فهترجع تدخن اكتر ما بدات. انا هنا الحقيقه اصل احنا عندنا اسئله كتير قوي في الحاجات اللي حضرتك قلتها دي، بس خليني اسالك في الاول، يعني فكره انه في حد ساعات يقول لك ايه، انا والله وجبتي بسيطه جدا، انا ما باكلش تقريبا ومع ذلك بتخن. فخلينا هنا نوضح برضو يعني فكره انه التخن ده، ومش بيبقى كل
كله قايم على ان الواحد بياكل طبعا طبعا يبقى عنده مشاكل بتسبب التخن. طبعا بص يا فندم حضرتك انا ليه بتخن؟ يعني هي بقس ازاي؟ نخليها ليه احنا بنزيد بالزبط. في الوزن الزياده في الوزن بقى لها اكتر من عام، في سمنه بتكون سمنه مكتسبه وسمنه بتكون سمنه وراثيه. والغالب بيكون سمنه وراثيه الى حد ما. السمنه المكتسبه بتبقى جينات وراثيه وبيحصل فيها اضطراب في الهرمونات بتاعه الجسم. وفي الغالب بيكون عندنا هرمونات بتتحكم في الشهيه بتاعتنا. ولما بيكون الهرمونات دي فيها اضطراب انا ما بعرفش اشبع، بمعنى لما انا بقعد طول النهار من غير اكل وباكل وجبه واحده مساء، انا بعد ما باكلها بيحصل لي اضطراب في هرمون اسمه الليبتين وده الشبع، انا ما بيشتغلش بشكل كفء فما بعرفش اشبع بسرعه. وفي هرمون تاني اسمه الجرلين دوت اللي بيديني حاله من حالات النهم، وبحتاج دايما الشخص دوت يقول لك ده انا ما باكلش بس باكل سكريات بالليل. اقول لك لا مش سكريات، ده انا بحب الباتيه، ده انا بحب المافن، ده انا بحب المخبوزات، ده انا باكل بسطه، ده انا بدور على باكو بسكويت وباكله الى اخره. دوت بيبقى اضطراب في الهرمونات، وده بيخلي شخص يقول انا ما باكلش خالص وباكل وجبه واحده مساء ووزني بيزيد. الشخص التاني بقى اللي بيتناول بيفطر في مواعيد منتظمه، بياكل في مواعيد منتظمه وبينام في مواعيد منتظمه، الشخص ده بيحصل عنده افراز للهرمونات ديت بشكل منتظم، فبالتالي معدل حرق جسمه بيكون انتظم. ومعدل الحرق دي الناس كتير قوي بتبقى فاهمه دي ثابته يا دكتور ولا بتفرق من شخص لشخص؟ هو الناس بس فاهمه ان كلمه يعني ايه معدل الحرق يا دكتور، ان انا اللي باكله انا بحرقه. هي معدل الحرق بس انا عايز افهم حضرتك وفهم المشاهدين ان الجسم بتاعنا فيه اعضاء داخليه. الكبد والمخ والقلب والرئه والعين الى اخره، الحاجات دي بتشتغل بشكل اوتوماتيك اثناء اليقظه واثناء النوم، صح كده؟ كل عضو من دول بيحتاج لطاقه عشان يشتغل بيها. الطاقه دي مجموع دول اسم معدل الحرق. انما مش ان انا بنزل اجري فانا كده برفع معدل حرقي، مش ان انا بلعب تنس الصبح فانا كده برفع من معدل حرقي. يعني الرياضه هنا ما بتساعدش على الحرق؟ الـ 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 العضلات بتستهلك ده الحرق 22% بس. يعني العضلات معدل الحرق بتاع الجسم. احنا بنشجع الناس تعمل رياضه. هي الرياضه مش غلط يا فندم، الرياضه مش غلط، الرياضه من الحاجات المهمه جدا للصحه العامه، لكن مش عشان نخس. انما كده صح؟ ما هو انا لو عملت رياضه من غير ما اعمل نظام غذائي ما اظنش ان الشخص هيخس. مش هيخس. هي الرياضه بتحسن الانسولين، بتحسن اداء الانسولين، بتزود حساسيه الانسولين في الدم. حساسيه الانسولين او الانسولين طالما اتظبط المعدل بتاعه جوه الدم بتاعنا بيدي فرصه بقى لهرمون الليبتين ان هو يشتغل بشكل جيد، هرمون الجرلين ما بيشتغلش بشكل عشوائي، بيديني احساس بالشبع. الرياضه بتديك احساس ان انت عندك حاله من حالات السعاده، بتزود افراز هرمون السيروتونين وتديك ثقه في نفسك. الرياضه بتقلل الكوليسترول، انما انا بعمل رياضه بس عشان انزل في وزني لا، لازم يكون معاها نظام غذائي. طيب. ونظام دايت منتظم. وده معناه ان احنا عندنا حاجات اساليب كتيره ممكن تخلينا او تساعدنا على الحرق كتير، مش كده؟ طيب هياخد الاسئله بس اللي معانا من الناس في الشارع، سالناهم يعني تحبوا تسالوا الدكتور ايه، فهنشوف اسئلتهم اذا ربما حد فيهم برضو يسال نفس السؤال. اتفضل. بس عشان نعرف ايه الاساليب الكتيره اللي احنا ممكن نلجا لها، لان بنسمع عن مشروبات يقول لك اشرب المشروب ده كل يوم 3-4 مرات هتخس، برضو حاجات كتيره قوي بنسمعها. نشوف الناس سالت في ايه ونرجع عشان نشوف الدكتور هيقول لنا. دكتور عن العناصر الغذائيه اللي هي تفيد جسمي، يعني في الوجبات مثلا اللي هو اي وجبه كده، ايه الوجبه اللي هي تبقى العناصر الغذائيه فيها متكامله؟ كنت عايزه اسال دكتور التغذيه ازاي اخس بطريقه سليمه وتدريجيه، خاصه ان انا ما بتحركش كتير وكل شغلي قاعده في مكاني والحرق عندي ضعيف. انا احب اسال الدكتور بس عن اي معلومه عن موضوع التغذيه الصحيه، وخاصه ان احنا اليومين دول ان الناس في ظل الكورونا بتعاني من السمنه وبتعاني من القعده كتير، فاتمنى ان هو يدينا نصايح يعني بخصوص السمنه وكده. بسال دكتور التغذيه حضرتك على اساس ان احنا عايزين الاكلات اللي تدينا طاقه وما تخليناش نلجا للدوخه اللي بتجيلنا في الشارع والحاجات دي. سؤال لدكتورنا، ايه الاغذيه المناسبه اللي هي بتدي جسمي وبتحافظ عليه بدون من ان انا اكون مواد كوليسترول في جسمي؟ الاغذيه المفيده لمريض القلب، وايه اهم الاغذيه ليها يعني، وايه الاغذيه اللي ممكن تضر مريض القلب؟ عايز اسال الدكتور عن نظام يخسسني غير الادويه علشان هي مضره، وعايز اعرف من الدكتور ايه هي اضرار بتاعه الادويه
وعايزه اعرف نظام يثبت لي وزني بعد ما اخس. كتير الحقيقه الناس سالوها وعندنا اسئله كتير انا عايزه اسالها برضو، بس هنحاول نجمل كله مع بعض. يعني معظم الناس سالت عن فكره انه يبقى في نظام غذائي مناسب وصحي. احنا هنيجي للجزئيه دي بس بعد ما نجاوب بقى على الحته اللي احنا كنا واقفين عندها، ايه الحاجات اللي بتزود الحرق؟ لان في واحده برضو قالت لك انا عندي الحرق ضعيف، فايه الحاجات اللي بتزود لنا الحرق في جسمنا؟ الحاجات اللي بتزود الحرق من ضمنها يعني عشان بس دي حاجات كتير قوي لان كل شخص بيختلف عن التاني، ولكن الحاجات اللي بتزود الحرق واللي احنا ما بناخدش بالنا كتير منها ان احنا نشرب ميه كويس. اوكي. هي الميه مش بتزود الحرق، الميه بتحسن عمليه الايض الميتابوليزم، فبالتالي هي بتخش في كل التفاعلات الكبيره اللي موجوده في جسمنا، فبالتالي بتحسن من عمل الانزيمات اللي بتقوم بهدم الدهون وتقوم باخذ الدهون من الخلايا الدهنيه، لان كل الموضوع ده هرمونات. تمام. يعني اللي بياخد الدهون من الخلايا الدهنيه ويحولها الى طاقه وبعد كده الجسم يخس بيها ده حاجه اسمها الجلوكاجون. مش عايزين نقول حاجات صعبه على الناس، بس احنا نقول ان احنا نشرب ميه كتير. مثلا شرب الميه رقم 2، النوم بشكل منتظم والنوم ليلا، لان في فرق كبير جدا. الاشخاص اللي ما بيناموش بالليل بشكل كويس ما بيتفرس عندهم هرمونات معينه على راسها الجروس هرمون، والجروس هرمون من اكتر الهرمونات اللي بتحفز معدل الحرق اللي هو الهرمون بتاع النمو، فبالتالي كلما زاد الجن كلما معدل حرق انا زاد. رقم 2، الانتظام في عمليه الحركه اللي هو المشي. هو الرياضه لا تنقص زي ما انا قلت، ولكن رفع معدل حرق بيخليني احافظ على وزني اللي انا وصلت له بعد ما خسيت، او على الاقل بيمنع زياده الوزن بتاعي. وهنا ممكن بيدي شيب كمان للجسم يا دكتور، يعني الرياضه بتخلي يبقى في بقى بتحسن المسل تون اللي هو القدره بتاعت العضلات ومرونتها، فبالتالي ما بتخليش يبقى في ساجنج او ترم. بعد كده الاكل، لازم اكل بشكل منتظم، لازم افطر بدري ولازم اكل سناك بين الوجبات، يعني بين الوجبات ما اقعدش فترات طويله من اليوم بتاعي من غير اكل وما اكلش. طب افرض ان انا مش بجوع يعني، ما هو الفكره بقى هل الجوع ده مهم ولا مش مهم؟ بمعنى الاشخاص زي ما في سؤال اتقال، الادويه اللي بتعمل على الشهيه لو انا تناولتها وانا ما عنديش الموانع بتاعتها، يعني لو انا اخذت ادويه بتقلل شهيه حضرتك حلويات ومخبوزات ومقلي، ما انت هتتخني. لو اكلت فاكهه وخضار وشربت عصير واكلت بروتينات مسلوقه او مشويه، ما انت جسمك هيحافظ على المواد اللي هو محتاج لها ومش هيحصل له زياده في الوزن. اللي هو في ناس ممكن تقعد طول النهار مثلا ما تاكلش، بس تيجي تروح واكله مثلا حته كيكه مع كوبايه شاي. هو دخلت الكيكه جوه جسمها، حصل اضطراب في معدل الانسولين في الجسم، ما بتعرفش تتحكم في شهيتها بعد كده بالليل. عشان كده تقول لك انا ما باكلش غير بالليل وباكل بشكل نايم عن المعدلات الطبيعيه. طب بس خليني برده اقول لك يا دكتور ان احنا في الشتاء، والشتاء فعلا بنحس بالجوع وبنبقى عايزين كل شويه ناخد حلويات تحديدا، لان ساعات بنبقى عايزين ناخد حاجه تدينا طاقه. بص يا فندم، اي شخص فينا بيدور على مبرر، يعني ايه؟ انا عايز اكل اصل انا في الشتاء، انا سقعانه، هم اعمل مقلبيه. يعني الشتاء مش هو في الصيف برضو بناكل ايس كريم وبنشرب حاجات كتير. بالظبط كده، يعني احنا لما باجي اتسال في الصيف، احنا في الصيف والجو حر وبنحب العصاير وزي ما حضرتك اشرت الايس كريم. يا دكتور احنا في الشتاء والجو برد، طب يعني ما هو الايام يا شتاء يا صيف. طب ما حضرتك بقى احنا بنخاطب مين؟ بنخاطب الشخص اللي هو عايز يعيش حياه جيده او عايز يحافظ على حالته الصحيه او عايز ينزل في وزنه بشكل جيد. بالناحيه الثانيه يعني مثلا فكره اللي يقول لك ايه الجنزبيل والقرفه ومش عارفه قشر الرمان وحاجات كده كتير يقول لك عليه، ومشاريب بقى بيعملوها ديتوكس الى جانب ان هي برضو تساعد على الحرق، الحاجات دي رايك فيها ايه؟ طيب الحاجات دي كويسه، يعني القرفه والجنزبيل من الحاجات المفيده جدا، سواء للمعده سواء لضغط الدم سواء للمناعه، مفيده جدا. وان شربتيها لو حضرتك ما بتعمليش دايت وشربتيها بلبن كامل الدسم عادي جدا، حضرتك بتعملي ده شربتيها بلبن خالي الدسم واخدتي معاها سكر نوع من انواع السكر الدايت او بدون سكر، هتديكي احساس بالشبع. لو شربتي ينسون دافي او اشرب ايا كان المنتج الطبيعي اللي حضرتك بتاخديه، حضرتك خديه طالما ما عندكيش مشاكل صحيه، يعني ما تجيش انا عندي قرحه في المعده واخد كوبايه عصير على الريق، ما تجيش انا عندي قرحه في المعده واخد خل تفاح زي ما بسمع على ميه سخنه، ما تجيش مثلا انا عندي بحب انام بالليل وعندي جامعه الصبح وعندي شغل الصبح وعندي مذاكره واقعد اشرب في شاي اخضر وقهوه خضراء عشان دول بيخسسوا، لان الشاي الاخضر والقهوه الخضراء هم بيقال عنهم ان هم بيرفعوا معدل الحرق وهم بيرفعوا بنسبه بسيطه وضئيله، ولكن الافراط في تناول هذه المنتجات بتحوي نسبه كافيين بتضر الجسم من ناحيه الكافيين اللي انا باخده، فالكافيين الزائد عن حاجه الجسم اللي هو المفروض يخش جسمي من 200 ل 300 ملي جرام كافيين في اليوم. فنجان القهوه فيه تقريبا 100 ملي جرام كافيين، وباكت الشاي فيه 50 ملي جرام كافيين.
فبالتالي سواء اخضر او احمر بالمناسبه، فبالتالي لازم اخد الحاجات وهي محسوب، انما انا ما اخدش، انا اصل سمعت المشروب ده بيخسس فانا هاخد منه قدر استطاعته. يا سيدي هو هيخسسك وانت بتعمل معاه دايت ولا من غير دايت؟ يقول لك بدايت، يبقى هو الدايت هو الاصل. يعني انا لو شربت 10 كوبايات قهوه خضراء يعني والنبي عشان انت كده خليتنا اللي هو كل الحاجات اللي احنا كنا متمسكين بيها قوي ده اتلخبطنا احنا. ما هي اكوردنج للنتائج. هو حضرتك لو في حد في الدنيا مثلا يعني قال لك ان انا شربت شاي اخضر بس وفطرت طعميه وفول بطاطس محمره واتغديت فراخ بانيه ومكرونه وتعشيت بليله باللبن وخسيت، مستحيل. طيب فكره ان احنا نقطع مثلا لفتره الرز المكرونه العيش، يعني حضرتك مع ده ولا ده برضو لا لازم الجسم يكون محتاج الحاجات دي برضو؟ بص يا فندم، الجسم التغذيه دي مدارس كتير جدا اوكي كده، وفي مدارس بتقول ان الحاجات دي الابتعاد عنها شيء جيد، وهو شيء جيد عشان مقاومه الانسولين. وانا مش عايز اخش في حاجات يعني لا علميه حاجات كتير، احنا بس هنتكلم بمنتهى البساطه ان الجسم بيحتاج انه تخش له كل العناصر الغذائيه اللي في الدنيا. والعناصر الغذائيه هم سته: دهون ونشويات وبروتينات ومعادن وفيتامينات وميه. طالما وجبتك الغذائيه للاساتذه اللي كانوا بيسالوا عن الوجبه الغذائيه الصحيه، طالما الانسان دخل الوجبات دي في العناصر الغذائيه اللي انا ذكرتها، يبقى انت كده بتاخدها بكميات كويسه، يبقى انت كده كويس. ولكن بقى ما يندرجش نخش في نقطه واحده بس، ما يندرجش تحت كلمه النشويات العيش اللي فيه البقسماط البيتزا الكيك، لان كل دي مخبوزات فيها دي ابيض وفيها سكريات وفيها دهون. دي بترفع السكر. يعني عيش يبقى عيش بلدي، عيش بلدي ويكون بالرده. الرز افضل الى حد ما من المكرونه، والعيش افضل من الاثنين. لو انا استبدلت بالنشويات الصحيه زي البطاطس مثلا، البطاطس والبطاطا نشويات صحيه، مش بتكلم على دايت، انا بتكلم على تغذيه. اللي انا بقوله ده مش انقاص وزن، انا بتكلم على تغذيه. اوكي كده، لو انا استبدلت النشويات بتاعتي بالخضروات وبالفاكهه اوكي، يبقى انا كده حصلت على اللي انا محتاج له. طب وانا لو اكلت البطاطا او البطاطس دي مشويه او مسلوقه يعني تمام، مش ده كده برضه نوع يبقى نوع دايت؟ ما هو لا، ما هو ده نوع نشويات، ما هو دايت ده اكوردنج بقى الدكتور بيحدد لك ايه. ما انا ممكن اعمل لك انت نظام غذائي. لا هو احنا كده دلوقتي خلينا نفرق بس، انه في ناس هتبقى لازم محتاجه، يعني نرجع بقى للي كنا بنقوله في الاول خالص، انه في ناس اللي هي وزنها زايد دي لازم تبقى بتتابع مع دكتور وما تمشيش تبع السوشيال ميديا وما تمشيش تبع صاحبه خالتي والانظمه دي، لانها ممكن تضر نفسها. لكن لو بنتكلم على الناس اللي هي عايزه تحافظ بس على وزنها وتخس كيلو 2 كيلو، يبقى ده اللي احنا هو احنا بس دايما احنا عندنا ايه، ان احنا بنخلط ان الاكل الصحي اكل رجيم. ده انا باكل مسلوق ليه انت عامل رجيم؟ ده انا باكل مشوي ليه انت عيان؟ انت فاهمه كلامي كده؟ فاحنا خلطنا، احنا عندنا الشخص الصحي اللي هو يصحى الصبح يحمر البطاطس المحمره، الكلام ده غير صحيح. طب احنا دلوقتي الشيف عامل لنا ستريبس زي الفل، يعني النهارده الجمعه ممكن نعتبر يوم فري يعني. يوم فري شفت يا شيف قال لك يوم فري. هو بص يا فندم، عشان تبقي عارفه، على الناحيه الثانيه في اشخاص بيتناولوا اكل كتير جدا وبيعانوا من نحافه وما بيتخنوش. صحيح. الموضوع يا جماعه هرمونال وايز، الموضوع ناحيه معدلات حرق وميتابوليك، يعني لازم احنا نبقى فاهمين الكلام ده كويس. ما ينفعش ان انا انقص عنصر غذائي من اكلي بغرض ان انا عايز اخس. في فرق كبير بين الاطعمه الصحيه والاطعمه بتاعه الدايت. يعني لو قلنا النشويات، لو رجعنا لها تاني، لو قلنا مثلا حاجه زي البليله وزي الشوفان، دي نشويات صحيه. لا زي الذره وزي دي نشويات صحيه. يعني اما اجي اقعد بس مثلا، بس هي دي برده مش بيبقى فيها يعني يا دكتور فيها طبعا سعرات حراريه قليله. لا مش قليله. بص يا فندم، 4 معالق شوفان و4 معالق رز فيهم 15 جرام نشويات و4 جرام بروتين. يعني زي بعض؟ زي بعض بالظبط، احنا بنتكلم على المنتج، بمعنى معلقه العسل ومعلقه السكر في السعرات الحراريه زي بعض. يا خبر ابيض. بس احنا بنقول العسل افضل من السكر، ان العسل معلقه العسل الابيض ومعلقه السكر الاثنين زي بعض في السعرات. 4 جرام ب 16 سعر. لو قلنا مثلا معلقه زيت زيتون ومعلقه زيت ومعلقه زيت عباد شمس او معلقه زيت ذره الاثنين زي بعض. كله زي بعض. معلقه زيت زيتون ومعلقه سمنه بلدي الاثنين زي بعض، ولكن زيت الزيتون اكثر فايده. احنا بس عندنا مغلوطات. ايوه دي شائعات مغلوطه. لا دكتور احنا محتاجين نتكلم في المواضيع دي كتير، لان احنا عندنا خلط كتير. بس يعني هو اهم حاجه نقدر ناكد عليها دلوقتي، انه ما حدش يعمل دايت من نفسه. اللي محتاج انه يخس كيلوات كتيره لازم يتابع مع دكتور عشان ما يخسش ويبوظ حاجات في صحته العامه. هيبص حصل له مشاكل، ما يحصلوش ارتداد سريع كمان، لانه ساعتها بيحس بالندم كده، او بيحس بخيبه الامل. تمام. انا بشكرك يا دكتور، نورتنا، وان شاء الله يكون لنا لقاءات ان شاء الله يا فندم. بنشكر ضيفنا الاستاذ دكتور ايهاب الغزولي استشاري التغذيه.